التي آمنت بأنك صحيح ومذهب صحيح وسلوك صحيح صحيحة. الأخلاق السليمة هو مطلبنا وهو هدف يتكرر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. ونحن نعيش فعاليات الاحتفال بيوم الإمام، نحضر في هذا المسجد الذي يحمل دلالات كبرى. من المعلوم أن هذا المسجد هو المسجد العتيق في تمنطيس، وهذا المسجد ميزه أن امتطى منبره وتقدم صفوفه كثير من الأئمة والعلماء، يحضره أبناء هذا القصر في جميع المناسبات وفي كل المواسم. ونحن نحتفي ونشكر جمعية هذا المسجد وإمام هذا المسجد بإحياء هذه السنة وتنظيم هذا الاحتفال بمناسبة يوم العلم، وتكريم يكرم فيه كثير من طلبة القرآن وكثير من الفاعلين الاجتماعيين والمعلمين في هذه المناسبة. ونتمنى أن تبقى هذه السنة سنة حميدة تتكرر في كل سنة، ونسأل الله أن يوفق القائمين على هذا المسجد لمزيد من النشاطات ومزيد من المناسبات ومن الترقي والتفوق في هذا المجال. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نبارك لمسجد ولاد داود العتيق في هذه الندوة السنوية في طبعتها الثانية، والتي عنونت بالتنشئة القرآنية والتحديات المعاصرة. يعني هذه الندوة في هذه الطبعة لهذه السنة عرفت حضور كبير جدا لمختلف المحبين، كذلك من مختلف قصور بلدية تمنطيس، وكذلك بعض الضيوف والمشايخ الذين كانوا بمثابة شموع لهذه الندوة التي عرفت موضوعا مهما جدا تفاعل معه الحاضرون، وكذلك أثاروه وأضافوا فيه الكثير. كذلك يعني هذه الندوة السنوية عرفت تكريم يعتبرنه تكريم مبارك وتكريم استثنائي لمختلف تلاميذ المدرسة القرآنية الذين يعني تسابقوا في حفظ كتاب الله عز وجل، منهم من حفظ 8 أحزاب ومن حفظ 13 حزب ومنهم من يحفظ أكثر من ذلك. فنبارك للمدرسة ونبارك للقائمين عليها، إن شاء الله كل هذا الأعمال تكون في ميزان حسناتهم إن شاء الله، ويعني نتطلع للأحسن ونتطلع للأكثر ونتطلع للأفضل للمدرسة القرآنية هذه ولبلديتنا تمنطيس التي عرفت ولازالت بمنارة للعلم ومنارة للقرآن ومنارة للعطاء. فبارك الله فيكم وبارك في الجميع إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. شكر الله سعيكم بهذه المناسبة الكريمة المتعلقة بالندوة السنوية في طبعتها الثانية تحت عنوان التنشئة القرآنية والتحديات المعاصرة، وتزامنا مع اليوم الوطني للإمام، نهنئ جميع الأئمة على مستوى الوطني على هذه المناسبة التي نرجو أن تكون حافزا لهؤلاء الأئمة، وإن شاء الله تجعلهم بكل عام إن شاء الله وهم يؤدون رسالتهم النبيلة لهذا المجتمع والأمة الإسلامية. كما لا يسعنا في هذا المقام إلا أن نشكر اللجنة الدينية لمسجد ولاد داود بتمنطيس على استضافتنا لهذه الندوة، والتي هذا الموضوع والحمد لله كان له صداه على مستوى الأولياء وقد تفاعلوا معه من كثرة الأسئلة بعد هذا الملتقى. وأنتم تعلمون بأن الساحة تعج بكل أنواع الانحرافات وكذلك الانحلالات وانسلاخ بعض الشباب على قيمهم، فلذلك لم يجدوا هناك
ملجأ إلا القرآن الكريم، هو المخلص وهو صمام أمانينا إن شاء الله في مثل هذه المناسبات. هذه ينبغي علينا إن شاء الله أن نكثف هذه اللقاءات ونزيد منها إن شاء الله. كما نشكر الإمام عبد الهادي على الاستضافة للمرة الثانية لهذه الندوات، ونسأل الله عز وجل لنا التوفيق والقبول، وجزاكم الله عنا كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يشكر الناس لم يشكر الله تبارك وتعالى. فنشكر جميع القائمين على هذا المسجد وعلى ما فيه من هاته المدرسة القرآنية التي كانت حافزا لهؤلاء الطلبة على تعليم أو على تعلمهم كتاب الله تبارك وتعالى. كذلك نشكر أهل الحي وأهل القصر جميعا رجالا ونساء، نشكرهم على ما قدموه لهؤلاء الضيوف. فالشكر الجميع، فالشكر الجزيل للجميع، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنهم صالح الأعمال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أحسن الله إليكم. شكرا. وفقنا للقيام بفعالية هذه الندوة السنوية الثانية، والتي تأتي مزامنة مع اليوم الوطني للإمام، والذي يأتي كذلك مزامنة مع الذكرى السنوية لوفاة العلامة سيدي محمد بالكبير. فالشكر موصول أولا لإمام هذا المسجد، وكذلك للجمعية القائمة على هذا المسجد، وكذلك سكان الحي وكل الذين قدموا في هذه الندوة من محسنين وفاعلين ورجال خفاء من إعلام وتنظيم، كل بدوره. والشكر كذلك أولا وآخرا للمولى عز وجل أن وفقنا لهذه الندوة في طبعتها الثانية. نسأل الله أن يوفقنا لطبعات أخرى وأخرى في أحسن أحوال. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين، محمد صلى الله عليه وسلم. نشكر الجمعية الدينية لهذا المسجد ولد زاوت العتيق على أيضا على تنظيم هذه الندوة التي في طبعتها الثانية. وأنا أيضا كنت بحكم أيضا كنت أحد من أحد المنظمين في هذه الندوة. ونشكر الجميع على كل من ساهم من قريب وبعيد على نجاح هذه الندوة، بحكم اقتراب الدخول المدرسي، ونتمنى التوفيق للجميع، وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فنشكر جمعية الدينية لمسجد أولاد داود على كل ما قدمه من محاضرة وكل ما قدموه في هذه الطبعة الثانية من دروس دينية ودروس دينية للطلبة ولأولياء التلاميذ، وكذا محاضرة في تحسيسات حول آفة المخدرات. فكانت هناك إيجابيات في هذه المحاضرات، فنسأل الله عز وجل أن يبارك فيهم ويبارك في كل من ساهم في هذه الطبعة الثانية. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. أما بعد، نشكر جمعية الدينية لمسجد ولاد داود، ونشكر شيخانا وكل من ساهم في هذه الحفلة، وقد استفدنا منها والكثير واستفدنا منها الكثير، وإن شاء الله العام القادم تكون مفيدة أكثر من هذا العام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على نبينا محمد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أولا نشكر جمعية الدينية لمسجد ولاد داود، ونشكر شيخنا الفاضل بلادي محمدي على جهوده الذي
بدلها في تعليمنا حفظ القرآن الكريم، ونشكر من ساهم في تحفيظنا معه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.